أستاذة إيمان اتفضلي يا أستاذة إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة إيمان. لو سمحت يا شيخنا كنت بس عايز أسأل حضرتك بالنسبة لحد متوفي وترك معانا مبلغ من المال، يعني هو كان بيصرف منه طول ما هو كان عايش، ولما كان موصي أنه لما يتوفى نسلمه لزوجته، رغم أنه هو له أولاد، يعني هو له ولدين وبنت كبار، بس هو يعني كان وصيته لينا ان انا لو توفيت المبلغ ده تدول زوجتي وولادي لا، فهل دي فيها حرمانية علينا ولا لا؟ لا انتوا مالكمش دعوة بالميراث خالص، الفلوس دي اللي هو شايلها معاكم دي فلوس هو مالكها، كان بيصرف فيها على علاجه، بيصرف فيها على اكله وشربه. أيوه. فهو توفي فقال لحضرتك تسلمي الفلوس دي لزوجته، والفلوس اللي هتستلمها زوجته دي انتوا ما عليكم الا ان انتوا تدوا الفلوس لزوجته، بس لازم زوجته تعرف ان الفلوس دي ما اصبحتش ملكها، الفلوس دي اصبحت ميراث ما دام هو ما ادهاش لزوجته على شكل الهبه، لان لو كان عايز يديها لزوجته هو قال ادوها لزوجتي بعد ما اموت، انتوا هتبقوا نفذتم اللي امركم بيه ان انتوا تسلموها لزوجته، فانتوا هتسلموها لزوجته، لكن هذه الاموال تحولت الى تركه، تحولت الى ميراث، وهو وصى بإيصال هذا المال لزوجته، فإذا أنتوا وصلتوا المال لزوجته خلاص برقت ذمتكم، لكن مفيش معنى إن أنتوا تروحوا تقولوا لزوجته الفلوس دي بتاعتك ومش مالكمش دعوة أنتوا. الفلوس دي كان يملكها وخلاص زالت ملكيته، ولما تزول ملكية الإنسان بينتقل ملكية هذا المال لورثته بالخلافة، يعني إيه بورثته؟ خلاص هم بيخلفوه في هذا المال. تخلفوا زوجته، فلو كان هو عنده أولاد تاخد التمن، وأولاده بقى لو كان ذكورا وأناسا هياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. فحضراتكم بس طلعوا نفسكم من المسألة وما لكمش دعوة بتوزيع الميراث، الأموال دي أموال تركة وهتتوزع على الميراث، ومفيش معنى إن هو إيه ادوها لمراتي وما تدوهاش لأولادي، لا مفيش الكلام ده، مش من حقكم إن أنتوا تفهموا الفهم ده، بدل هو قال لكم ادوها لزوجتي يعني سلموها لزوجتي، الفلوس دي زوجته لما توصل لها الفلوس خلوها تسمع اللي انا قلته لكم ده، ان الفلوس دي اصبحت ميراث وتتوزع زي اموال الميراث ما دام هو ما ادهلهاش وتصرف وملكها لها في حياته، وكان ده تصرف في حال الحياه، فيتحول دوت الى ميراث. نعم.